ومن السويد إلى المملكة العربية السعودية. وضيفتي بصراحة أنا وايد أشوف فيديوهاتها بالسوشيال ميديا منتشرة، وأشوف لها وايد تصريحات، وأشوف لها مشادات وكلام ونقاشات، وأحياناً مشاكل وهوشات، معناتها هي مثيرة للجدل، ولكنها بارزة في الفترة الأخيرة وموجودة والناس قاعدة تتابعها. وبصراحة بمجرد ما أن إحنا أعلننا أن هي ضيفتنا، أنا شفت هجوم وايد كبير عليها. فأنا أبي أعرف وأبي أتعرف على هذه الشخصية اللي موجودة في السوشيال ميديا، شنو قاعد تقدم، شنو المحتوى، شنو الرسالة اللي تبي تقولها للجمهور. معانا اليوم البلوجر أروى عمر. أروى، هلا هلا وغلا، هلا فيك، شلونك؟ خير الحمد لله. أنت أوكي؟ أوكي. أروى، أنا انصدمت، الله ينعم عليك، أنا انصدمت من أول ما أعلنت أن أنت ضيفتنا اليوم في برنامج اي تي في على قناة الاي تي في، صار فيه هجوم كبير، ليش؟ ما أعرف. أنت تشوفين أن في عليك هجوم ولا أنا يعني قاعد يعني أشوف شيء ما قاعد يوصل لك؟ لا، في هجوم كبير، بس ما اعرف ايش السبب للامانه. انا ماني عارفه ايش السبب. اوكي، بتفق معك اروى اتفاق، ما تزعلين من ولا سؤال ان شاء الله. جاهزه؟ ان شاء الله. ابتسمي، انا اشوفك بالسوشيال ميديا واحس ان انت انسانه طيبه، ولكن من كثر ما قاعد تواجهين حروب ومشاكل قاعد تخليك تتغيرين، كلامي صح ولا غلط؟ ممكن، يعني ممكن هجوم بعض الناس أثر علي شوية، بس إنه قاعد أصارع معاهم وأمشي. نعم، لازم اليوم نحط النقط على الحروف ونوضح وايد أشياء عشان نعرف قصة هذه البنت. أنت دمج خفيف بصراحة، أنا لما شفتك بالسوشيال ميديا دمج خفيف وعفوية وتونسين، وعندك ثقة بنفسك وبستايلك وبشكلك، وأحس إنه يعني مو مهتمة حق ولا شيء. أكيد، ليش ما أخذ من الدنيا دي؟ ماني ما أخذ شيء. نعم أروى، وإحنا قاعد نسوي عندك سيرتش، لقيت إن أروى هي فتاة سعودية جيزانية، والبعض لا. يقول إنها يمنية. الحين أنا لما استضفتك بكون معك صريح، إحنا كتبنا البلوجر السعودية أروى عمر، كم الرسائل اللي وصلتني يقولوا لي أروى ما هي سعودية، مع العلم أنا شخصياً يعني ما تهمني الجنسية أياً كانت، أنا قاعد أقابل أروى الإنسانة بغض النظر عن جنسيتها، بس أنتي سعودية ولا يمنية؟ لا، أنا يمنية. وتقولين وتصرحين إنك يمنية صح؟ أيوة، أنا كم مرة صرحت إنه أنا يمنية بس أهلي سعوديين وولدي سعودي وأتعامل معاملة السعودة. والنعم والله. والنعم. بس الناس يعتقدون أو يفكرون إنك سعودية ولا لا؟ الكل يدري إنك يمنية. أنا أشوف، أنا بيتابعوني 3 مليون في سنابي، وبأصرح إني أقول يا جماعة أنا ماني سعودية، أنا أهلي سعوديين بس أنا الوحيدة يمنية، يعني ما بين أهلي كلهم أنا الوحيدة يمنية. والنعم فيك، والنعم بأهل اليمن. وكأروى صرحت وقالت إن هي يمنية، لأن قلت لك كم الرسائل اللي وصل لي اليوم في إنه يقولوا لي إن أنت مو سعودية، كان كم هائل بآلاف الرسائل وعلى الواتساب، يعني يا بورقم تليفوني يا أروى. فأنا استغربت يعني من الوضع اللي صاير، الحسد وفي بعض العنصرية غريبة، أنا ماني عارفة ليش. نعم، عنصرية من وين يعني؟ والله أنا ماني عارفة صراحة، كمية العنصرية اللي جايتني هجوم علي أنا بالذات شيء مرة غريب، فما يعني ما أدري ليش صراحة، أنا ما أعرف ليش. يلا إن شاء الله. وفوق هذه أنا ما بيهمني لا انتقاد، أهم شيء أمشي حياتي مع حياة ولدي، هذا أهم شيء عندي، ما همني رأي أي أحد فيني، أنا مقتنعة بنفسي، أشوف نفسي أنا مرة شيء حلو، خلاص هذا أهم شيء عندي. نعم، أنت مرفوع عليك قضايا بالسعودية؟ لا كلش؟ ما في أي قضايا، لأن هناك من يقول أن هناك
يعني قضية مرفوعة ضدك وإن أنت مقيمة إقامة غير أمنية، بصراحة كلام مو فاهمة أنا 100%، لا غلط، ما كله في غلط. أي قضايا ملسوبة لي أبدا، وهويتي حتى ما أجدد هويتي أنا، يعني الحمد لله أنا مقيمة، أم مواطن سعودي، بتعامل معاملة السعودة، أقدر أتوظف، أقدر الحمد لله كل شيء. بعدين أنا لو عندي مقاضاة، إحنا في يعني إحنا في دولة جدا قانون ما في زي الأمانة، يعني كيف أقول لك، القانون يمشي على الجميع. على اي الجميع، ما في بين سعودي ولا أجنبي أبدا، نعم الحمد لله أمشي سليمة، أوراقي سليمة، كل شيء فيني سليم، ما في أي قضايا كذب، هذا الكلام غير صحيح. نعم والنعم فيك والنعم فيك. خلاص نسكر هذا الكلام ونسكر هذا الملف، خلصنا. وانا احييك على صراحتك وشجاعتك وطلتك الحلوه يا اروى. الله يخليك. اروى ام فهد، ولدك اسمه فهد صح؟ اي فهد فهد ما الله شاء الله. يحفظه. كم عمره فهد؟ كم عمره؟ الحين 7 سنين. 7 سنين. الله يحفظه يا ام فهد، ونوجه امين له تحيه وتشوفينا معرس يا رب. يا رب، اشوفه كابتن طيار. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نشوفه اكبر كابتن في السعوديه وبالخليج والوطن العربي ان شاء الله باذن الله، ويمثل وطنه كمان. ان شاء الله. انت شويه شيطانه صح؟ مرة مره نبي نشوف فيديو فيه شويه شيطانه حق اروى، خلينا نشوفه مع بعض. يلا مين مشي مشي. ثاني حاجة، يوم تقولين ساعة قبل وما قبل، الحمد لله لي سمعتي تمام اني صحبة خير، لي سمعتي ايش اسوي ايش ما اسوي، ربي لك الحمد. عسى مو هو انا، بيني وبينك فرق شاسع مثل الشمس مثل القمر والارض، مدري الشمس والقمر، المهم فرق شاسع بيني وبينك. سمعت الفيديو اروى صح؟ اي انت بدينش التليفون صح؟ ايه انت الحين شفتك مكندسه، يعني كنت قاعد تشوفين تليفونك ولا شنو؟ لا شنو ما قاعد اشوف. قاعد تسمعين. اروى عن منو قاعد تتكلمين؟ قاعدة أتكلم مع فين؟ عيد السؤال. الفيديو اللي توه شفناه هذا انتشر وايد بالسوشيال ميديا، كنتي عن منو قاعدة تتكلمين؟ جتني رسالة بالواتساب إنه شغالتي، مدري على إيه، على شنطة، إنه شغالتي تاخذ أغلى من أغراضي. قلت لو أنا أبغى أجعص ولا إني أنا أبغى أهايط، بنظركم أقدر، يعني الحمد لله أنا من الناس اللي لما أشتري شيء ما أحب أعرضه في السناب، أقول والله أنا اشتريت الشيء هذا بالسعر الفلاني ولا بالسعر، الحمد لله مشتري أشياء ب4000 وغيره وغيره وغيره، بس أنا ما أحب أعرضها. ليش؟ لأنه في ناس ما يقدرون يشترون، فتحس في خاطرهم يوم أنا أعرض شيء عندي بالسناب، نعم فأقدر مشاعر الناس أحيانا، نعم ففي ناس ما تفهم هذا الكلام. زين كم سعر إعلانك؟ سعر إعلاني 20,000. 20,000 ريال سعودي، والله غالي. 2000 يعني تقريبا بالكويتي. بس أنا عندي 3 مليون. اي ومؤثرة صح؟ نعم. والله بصريحة تقولين السعر عادي، ترى مو أي بلوجر أو فاشينيستا لا عادي، تقول. ما حد مسؤول عني ولا أنا مسؤولة عن أحد، ليش ما أكون صريحة؟ أنا اللي على قلبي على لساني، ما عندي شيء أخبيه. صحيح. أنت اللي تصرفين على ولدك فهد ولا أنت والدة وكلكم يعني الأهل؟ لا أنا بصرف على ولدي وعلى أبويا وعلى أخواني بشكل عام. نعم. الوالد كان زعلان منك صحيح؟ كان أول بداية تمثيلي في الـ MBC كان رافض، وبعدها اعتزلت سنة، وقبل ما رجعت فأخذت
رضي، قلت له كذا وكذا وكذا وكذا، قال لي اوكي، رجع وافق يعني باقتناع وبرضاه. نعم. هند القحطاني، ومشكلتك ومشاكلك مع هند القحطاني، لماذا يا أروى؟ ليش عندك مشاكل مع هند؟ ما عندي مشكلة معاها، بالعكس أنا كنت ترى مرة أحب أتابع هند القحطاني. وما أنا ما انتقدتها على رقصها، أنا انتقدتها على اللبس، إنه قلت تحترم سنها، وإنه وقدام ولدها يوم إنها تصور وبطنها برا. الناس فهمت كلامي عكس، إنه أنا انتقدتها عشان رقصها، أنا انتقدتها، لا، أنا كان انتقادي لها عن لبسها، إنها بس تحترم سنها وتحترم ولدها، إنه ولدها ما شاء الله بطولها، هذا هو اللي كان انتقادي لها. انزين اروى، بس هي حرة، هي حرة وعايشة بامريكا، انت يعني ليش تتدخلين بلبسها؟ بلبسها شوف، أنا لحظة، أنا للأمانة أنا انتقدت بس عشان ولدها، يعني أنا من الناس اللي كنت مرة أحب سناباتها وأتابعها أول بأول، يعني خلاص يوم شفت السناب هذا أنا مرة عصبت وتكلمت. انزين، بس ليش قلتي عنها يعني مصطلح عيوز النار او عجوز النار؟ ليش؟ ليش كذي يا اروى؟ خلاص لساني قال كذا، يعني تعتذرين لها الحين؟ أعتذر لها وأقول لها جدا أنا آسفة طيب. على الكلمة اللي طلعت مني، وأتمنى تقبل اعتذاري، يعني ما في أحد ما هو معصوم من الغلط، جد جد أقدم اعتذاري لها، وهي أم وأنا أم، وبس يعني حييتش أتمنى فعلا أنها تقبل اعتذاري، وما والله، في حييتش أحد على وما يغلط. احييك على شجاعتك، منك انت حسيت انك انت غلطتي في حقها، وفي ان انت يعني قاعده تعتذرين لها. وانا من شوفتي حق هند احس ان هي هم انسانه طيبه وهم انسانه قلبها كبير، وان شاء الله تلتقون في يوم من الايام إن شاء الله بإذن الله. ان شاء الله. انت الحين عندك بس ولد واحد صحيح؟ عندي ولد وعندي بنت مربيتها، ما هي بنتي بس مربيتها، شلون يعني مربيتها؟ يعني متبنيتها؟ مو متبنيتها، بس أمها تعبانة أو ما تقدر على تربيتها فأخذتها أربيها أنا. يعني أمها عايشة موجودة؟ إي أمها عايشة موجودة وكذا. وهي عندك في البيت البنت؟ إي عندي في البيت. الله يحفظها. يعني أمها تعبانة ماديا ولا صحيا ولا جسديا؟ لا صحيا صحيا صحيا، أمها تعبانة صحيا. الله يشافيها ويخليها. وأبوها وينه؟ أبوها ما هو في السعودية، أبوها برا السعودية. فأنت اللي ماخذة البنت ومهتمة فيها، والله إيه يعطيك على قد نيتك على هذا العمل الإنساني اللي أنت قاعدة تسوينه. منو يعجبونك من فاشينيستات السعودية؟ ها؟ منو يعجبك من فاشينيستات السعودية؟ من الفسنج نو فاشن، ايه، ومنو بعد؟ هند القحطاني. هند القحطاني قلت لك أنا كنت مرة أحبها وأحب ايه سناباتها للأمانة، ايه أحب حبها لعيالها، لأنه صحيح. أنا أم وأشوف هي كيف تعامل عيالها، لأنه أنا أحس بنفس الشعور، عندي ولد يعني مستعدة أسوي كل شيء في الدنيا دي عشان ولدي، نعم فأعرف حب الأم لطفلها، نعم فأنا من الجانب هذا أنا مرة أحب هند القحطاني للأمانة، من الجانب بغض النظر عن انتقادي لها، بس أنا أحب اهتمامها لعيالها. نعم انت هم عليك انتقادات وايد اروى، ان ليش ترقصين في الشارع وتصورين؟ هذه حرية شخصية، تمام؟ وبعدين ما كنت في الشارع، كنت في حديقة في منتجع، ما هو في شارع، وبعدين هم ما شافوني إلا أنا. طيب برنامج التيك توك أغلبية المشاهير بنات بيترقصون عادي في شارع، في مول، في غيره، بس شافوا عشان حسابي موثق. وخلاص أروى عندها كذا 24 ساعة مطلعيني ترند، 24 ساعة مطلعيني ترند. ففي بعض الأشخاص، كم شخص للأمانة يحاول إنه يطيحني، صحيح بس إيش السبب أنا ما أعرف. صحيح. زين انت شنو مشكلتك او علاقتك بالاعلاميه والمقدمه والكاتبه روضه يوسف؟ ما أعرفها، ما أعرفها للأسف، ولا سامعه عنها؟ ولا سامعة عنها شيء.
نعم، ولا رافعة عليك هي قضية؟ لا ما هي رافعة علي، مين هي أصلا دي؟ إعلامية وكاتبة ويعني مؤثرة في السعودية وناشطة، ومن الأسامي المعروفة بالسعودية الأستاذة روضة يوسف. لا والله ما أعرفها للأسف، ما أعرفها. ترفع علي قضية على أي أساس؟ على أساس إن أنت قاعدة يعني تقدمين محتوى غير هادف، وإن أنت قاعدة تروجين لنشر عدم النظام وثغرات أمنية، وايد أشياء يعني لا سمعنا لا عنها. أنا يا لا 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 يا عيني، أنا ما في شيء، أنا الحمد لله حتى الإعلانات أنا كلها مصرحة من وزارة التجارة، يعني حتى قبل كذا جاء بلاغ إنه أنا مسوية إعلان غير نظامي وغير تصريح، تواصلوا معي وزارة التجارة وأرسلنا لهم التصريح والسجل التجاري وكل شيء، بس إيش مشكلتها معي أنا ما أعرفها للأمانة. وبعدين هي ما هي شايفة إلا أنا، يا كثر المشاهير، يعني لو جينا نتكلم بشيء واقعي أعطيني فين المشاهير اللي الحين كلهم طالعين، وين المحتوى اللي قاعدين يقدموه غير إعلانات غير ونسة يصورون بعض وهم يتونسون، وين المحتوى هذا؟ انا احب فيك عفويتك اروى، عشان كذي انا قاعد اضحك، لانك انت ما قاعد تشوفيني، بس انت بالنسبه لي شخصيه ممتعه، يعني ممتعه عفويه، مو فارق معاك ولا شيء، صح؟ لا ايوه شيء، يعني عادي انا انسانه، حريتنا يعني حريه شخصيه، هي كيف تقدر تحاسبني او انها ترفع علي قضيه؟ بعدين اذا رفعت علي قضيه عندي محامي، الاستاذ طارق الشامي، يعني انا منزله تصريح المحامي حقي، اي شيء طبعا الدكتور طارق الشامي يعني نعم، يواجه اي شيء عني انه محامي الخاص، هذا واحد. ثاني شيء، هي كيف تقدر ترفع قضيه علي على محتوى ما محتوى؟ هي لدي الدرجه انه هي فاضيه انها هي تتابعني ولا انها تروح ترفع علي قضية؟ انا مستغربة منها، يعني للأمانة انا مستغربة منها. يعني سامعة عنها. لا انت الحين انت يوم تقول لي، يعني انا سمعت منك، يعني للأمانة شوفي انا ما شفتها ولا عمري شوفي سمعت عنها، للأمانة ايه ما سمعت عنها، يعني إيه بسلامتها، ما اعرفها الا بسلامتها، توني اعرف منك. نعم، أول شيء بعد نقول لك مبروك الفيديو كليب اللي مسويته. الله يبارك فيك. شلون ردود الفعل عليه؟ والله أنا زي ما قلت لك ما قاعدة أشوف الانتقادات مرة، أنا من الناس أصور سناب أرسل ستوري وخلاص، ما يعني فين وفين إذا شفت انتقادات أحد، ما لو أنا جلست يعني أتابع الانتقادات حتعب نفسيتي، يعني أنا يكفي ولدي شاف مقطع لواحد يقول أنا أحاسبها بسجن وأحاسبها وأحاسبها، ولدي قاعد يومين يبكي، يا ماما ليش ياخذوكي مني، يا ماما يا ماما، يعني اثر على نفسيه ولدي، هم ما بيعرفون هذا الشيء، انه انا ولدي 24 ساعه في اليوتيوب، صحيح اثر على نفسيته، هو بيدري، هو فكر انه طفل زي كذا حيشوفه، ما صحيح فكر انه ولدي، ماني عارفه صراحه، صحيح فعشان كذا ما انتبه، ما الاحظ في الانتقادات كلها. صحيح. الله يحفظك أروى. أروى احنا خلصت التايم معاك، وان شاء الله تكونين يعني استانستي ويانا. سوري على اي سؤال، بس اليوم حبينا ان احنا نوضح نقاط كثيره، والله يوفقك ان شاء الله في كل شغلك. شكرا أروى. احنا تكلمنا عن الاعلاميه والمقدمه والكاتبه روضه يوسف اللي لها راي في هذه المواضيع، واستاذه روضه معانا الحين من خلال الاي تي في على الهواء في اتصال هاتفي من السعوديه. استاذه روضه يعطيك العافيه. الله يعافيك، مساء الخير، كيف مساء حالك استاذ صالح؟ النور، الله يسلمك، سعداء ان انت معانا اليوم. سعيده بتواجد، وانا كذلك. الله يحفظك. سمعتي اللقاء مع اروى؟ انا سمعت انه في مشكله وفي قضيه حضرتك رافعه، فنبي تشرحين لنا شنو الموضوع، شنو المشكله اللي صايره؟ أول حاجة إحنا الآن بنعاني من مشاهير بشكل عام، سواء كانوا من المواطنين أو من المقيمين في البلد. للأسف المحتوى اللي بيقوموا به في سناباتهم ولا في السوشيال ميديا بشكل عام محتوى جدا سلبي، ويأثر على الثقافة العامة وعلى سمعة البلد. بالذات المقيمات، التربح الغير نظامي، انا عامله حملتنا اسمها التربح الغير نظامي، ايا كان هذا المشهور سعودي او مقيم، ما عندنا عنصريه احنا في الكلام ده.
عدة جهات حتدخل معانا في هذا الموضوع، وأنا اللي أنا اللي بادرت بهذا الشيء لتحسين مستوى سمعة المجتمع السعودي وسمعة النساء السعوديات، مو عشاني مشهورة وعشان يتابعوني ملايين، أفتقد الملايين. بين قوسين المواقع الإباحية للمؤاخذة بيتابعوهم بالأربعين مليون وبالمئة مليون ومحتواهم هابط. زين سؤال استاذة روضة، شنو اللي الغلط اللي قاعدة تسمى الله عدوك، شنو الشيء الغلط اللي قاعد تسويه أروى؟ أنا بتكلم بشكل عام. أغلب المقيمات اللي عندنا في المملكة العربية السعودية ينتحلون شخصية السعوديات، وإحنا لو ما ضغطنا ولو ما عرفنا من خلال مصادرنا إنه هذه مو سعودية ودي مو سعودية، أنا بتكلم عن شخص معين، بتكلم بشكل عام، أغلبهم بينتحلوا شخصية السعوديات، بيحاولوا شكلهم يكون شكل سعودي، وقبل كده في مشاهير يتكلموا بهذا الشيء. بنقول لهم لما تطلعوا في الإعلام قولوا إنك أنت مقيمة من هذا البلد، يعني الكل مرحب فيكي، ما في مشكلة. إضافة إلى تجاوزاتهم لنظام العمل والعمال، تجاوزاتهم لنظام التوطين، تجاوزاتهم لنظام الزكاة والدخل، تجاوزاتهم لوزارة التجارة، ما عندهم تصاريح وتراخيص الإعلانات، يعني في تجاوزات عديدة نظامية، ونحن لن نقبل من سعودي مشهور أو مقيم مشهور أن يتعدى على أنظمة البلد كائنا من كان. نعم. حنحارب هذه الفئة اللي عندها محتوى هابط. أنا لما أكون بروغر ولا أكون مشهور ولا أكون إنسان بقدم قيمة للمجتمع، لا، المشكلة كاتبينه في السناب جودة الحياة. جودة الحياة إيش؟ إيش المادة اللي بتقدموها؟ نعم. إيش المادة اللي بتقدموها؟ أثروا على الأطفال، أثروا على المجتمع، شوه سمعة المجتمع السعودي، أساءوا لنا كمجتمع خليجي. حتى عندكم هذا الشيء في الكويت حصل، وقبل فترة رحلت شخص لبلده. صحيح. لازم نعم. لازم يكون في حزم لهؤلاء المشاهير اللي طلعوا بالصدفة، وأنا أتوقع والله أعلم إنه شركة سناب شات بتختار هذه النوعية اللي محتواها هابط ومستوى متدني لتصديرهم للمجتمعات العربية لتغيير التركيبة السكانية والثقافة والقيم والعادات والتقاليد. نعم أستاذة روضة، خلنا أتفق معاش اتفاق. ما شاء الله، يعني واضح من كلامك ان انت شخصيه غنيه وفي مواضيع وايد نبي نناقشها. الوقت مع الاسف خلص، ايش رايك الاسبوع الجاي نعمل معاك لقاء من خلال السكايب عشان نتكلم عن هذه المواضيع بشكل اكبر، لانه واضح ان انت عندك رساله وفي عندك محتوى كبير لازم يطلع حق الناس. اوكي، اتشرف. بالعكس انا سعيد ان اعطيتوني فرصه ان اتكلم اليوم، والله احنا اتشرف بك وبقناه اي تي في الكويتيه، واحنا احنا واحد، احنا والكويت واحد. صحيح. فالاسبوع الجاي الجمعه القادم ان شاء الله اذا الله احيانا راح نتفق معاش على لقاء من خلال السكايب صوت وصوره. اوكي، شكرا. شكرا للاعلاميه والمقدمه والكاتبه أستاذة روضة يوسف. أنا من وجهة نظري أحب اختلاف الآراء، وشلون في ناس تقدم محتوى ممكن ما يناسب الآخر، وشلون في ناس وايد وشخصيات في المجتمع قلبها على كل بلد وكل إنسان ومواطن سواء كويتي سعودي خليجي عربية بيطلع بلده بأحلى صورة. أنا شخصيا استمتعت اليوم في الحلقة، تكلمنا عن مواضيع مختلفة من أشكي الفنانة العراقية إلى البلوغر أروى، وأيضا معنا كانت الأستاذة روضة. رح يتجدد اللقاء معكم إن شاء الله الأسبوع القادم بنفس الموعد. ديروا بالكم على نفسكم. ليلة سعيدة.